صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ صدق الله العلي العظيم. الله يرعاكم يوم القيامة، والتقدير عند الله حتى على مستوى الدنيا والآخرة يرتبط هواي بوعي الإنسان. كل ما الإنسان كان أكثر وعي وأكثر وضوح في الرؤية، أكثر عقلانية، كل ما كانت مكانته عند الله عز وجل أعلى وأفضل أيها الأعزاء. ولذلك مدعوين إحنا إلى أنه ليكون يكون عندنا تلكؤ أو تردد أو تكبر، نعوذ بالله، من أنه نوصل إلى أعلى درجات الوعي والفهم والإدراك والعقل أيها الأحب. تدرون بعض الناس عند عوائق تعيق أنه هو يوصل لمستوى أفضل وأفضل وعيا، لأنه يشوف هذا اللي ممكن أنا أستفيد من عنده أصغر من عندي عمر، وأنا كبير بالعمر، بس ظالتي عنده يقدر يرتقي بي وذا أصغر من عندي، أو أنه أنا عندي شهادة عليا ويجوز هذا ما عنده شهادة أصلا، فشلون أنا أكتسب وأستقي من عند الوعي، مع أنه يدري ظالتي عنده فعلا. هذا الشخص جاي يضيف إلى مساحة وعي، مساحة إضافة، فتعيق. أكو هيجي تعيق مع الأسف. ولذلك الشاهد يشوف بعض الناس لما يجي يسأل السؤال مالته يقول واحد كلف، والسؤال مالته ما بيه شيء. أن واحد يرتقي بسقف معرفته مو عيب أن يسأل، والاختصاصات محترمة. اليوم أنا أحتاجك باختصاصك، أصير طالب عندك، وإنت ترفع إدراكي ووعي، وإذا أجيت باختصاصي صرت أنا أستاذك وإنت تلميذي. المفروض هيجي. فلا يعيقنا أيها الأعزاء أنه إحنا نرفع سقف وعينا، ترى التقدير عند الله على أساس الوعي. إجا واحد للإمام الصادق سلام الله عليه، أعزائي، مدح فد شخص أنه سيدي هذا ما شاء الله، شلون يصوم، شلون يصلي، شلون يدعو، شلون يقرأ قرآن، شلون يسبح، شلون يهلل. نور عيني، سأل الإمام الصادق هذا السؤال، قال له: كيف هو عقله؟ أخوان، من تسمعون أهل البيت يقولون كلمة العقل، ما يقصدون هذه الجوهرة اللي الله عز وجل أعطانا إياها، اللي فقدانها يصير مجنون، ما يقصدون هذا. عقله يعني إدراكه، فهمه، وعيه، بعد نظره. كثيرا ما يستعملون الكلمة العقل بمعنى هذا أعزائي، أرجوكم. ولذلك تشوف هذه، لأنه الكلمة مو واضحة شوية مسوية عندنا ربكة.
لما يقول عن النساء ناقصات العقول وما يفهمون كلمة العقل بمعنى الفهم بمعنى الإدراك، يأخذوه بمعنى الجوهر اللي يكون عاقل أو مجنون. فناقصات عقول يعني شنو؟ يعني نسبة جنون عندهن، هيك يفهموا. لا، مو هذا مراد أهل البيت. كلمة العقل عند أهل البيت عليهم السلام وكثيرا ما بمعنى الثاني اللي ذكرناه يستعملوه، بس قليل. أكثر شيء لما يقولون عقل، عاقل له عقل يعني له فهم، له وعي، له إدراك بعيد أعزائي. فقال الإمام من مدحه، هل قد صلاة، هل قد صوم؟ قال الإمام كيف هو عقله، فهم شلون؟ أي واحد يجي قشمره، أي إعلامي هوس له بطريقة معينة يروح يركض وراها، أي واحد ممكن يخدعه، له لا واعي يعرف هذا شنو حكيه وهذا شنو حكيه وهذا شنو حكيه. هذا صح لابس ثوب الناصح بس هو انتهازي وصولي، يريد يوصل على اكتافنا يميزه. فيقول للإمام كيف هو عقله، وعي شلون، احكي لي وعي شلون. الرجل قال له ما ادري. شوفوا، ما ادري، ما يعرفه من هالناحية. أنا أدري بي يصلي واي، يصومه واي، يصدقه واي، يسبحه واي. فالإمام ضرب له مثال أيها الأعزاء ويا نور عيني، إحنا في مسألة الوعي كون شي نصير، نصير الوسط المعتدل. لا هذا اللي يشطب على كل ناصح، شنو منو هذا حتى يعلمني، وشنو هذا حتى يعلمني، هذا لا. ولا واحد يركض ويا وراء أي واحد يتقمص دور الناصح، وأكو هواي يتقمصون دور الناصح عند مصلحة يريد يوصل لها. الواعي يكون يميز. يا أخوان ليش نتورط يومية إحنا ومبتلين بواحد؟ أنا أكون عندي وعي، أباوع هذا يحكي هذا الحكي القرآني قبله، هذا الحكي اللي جاي يحكي رسول الله يقبله، أهل البيت يقبلوه. ما يحتاج هواي واحد يصير عملاق بالإدراك والفهم حتى أميز أنه هذا جاي يحكي بالمنهج اللي الله يرضى بي، رسول الله يرضى بي، أهل البيت يرضون بي. فالإمام سلام الله عليه أعزائي حتى يبين لنا لا هذا اللي يشطب على كل ناصح، ولا هذا اللي يركض ورا كل واحد يتقمص دور الناصح، وسط من اللي فعلا يستاهل أن يرتقي بمعرفتي، أن يوسع مداركي، أن يطيني ضوء ونور بعد أزيد بالحياة، هذا أنا أمشي ورا. فالإمام ذكر له هذا المثال أعزائي، إن شاء الله يبقى ببالي وبالك أنه شلون، لأنه الإمام بدأ حكي بهذا، قال له إنما الثواب على قدر العقل. شقد واعي، شقد عقلانية عنده، ثواب على هالقد، مو على هالقد أرقام، لا لا مو على الأرقام، على العقلانية. الوعي كلش مهم يا أخوان. فذكر له مثال، قال له هذا أكو كان رجل في بني إسرائيل عند جزيرة، جزيرة والجزيرة ما شاء الله حلوة، بيها أشجار حلوة وخضرة وعيون ماء، فد مكان كلش حلو. وهذا ملك من الملائكة يمر يشوف هذا ما شاء الله، يا ساجد يا راكع، يا مسبح يا مهلل، يا داعي، كل دائم الذكر. فهذا الملك يقول الإمام الصادق عليه السلام سأل رب العزة، يا رب ممكن أعرف مكانة هذا العابد؟ ما مريت منك إلا وأشوفه يتعبد، ممكن أشوف مكانته هذا العابد؟ الله عز وجل كشف له، خلي نقول فد لوحة. أخوان بالمناسبة هي بس صورة تقريبية، ليس إلا تدرون أكو بعالم السماوات شايفين هاي اللوحة اللي خلوها بالملاعب بيها النتيجة والزمان والكذا، هاي الملاحظات، أكو لوحة في السماوات كل واحد من عندنا، كل واحد من عندنا إلى اسم بهاي اللوحة، صعد
نزل، ظل بمكانه، ارتفع، نزل. أرجوكم نور عيني تصوروا هذا الموضوع، هذا لأن مو بصدده ما أريده هواي، فشوفوا أنا وياك إيش جاي نشتغل، رحم الله والديكم، نرفع. والله يا أعزائي عندنا روايات بهذا المعنى، أنه هذا لوح خلينا نقول تقريبا، واسمي واسمك واسم هذا واسم ذاك واسم ذيك واسم هذه بهاي اللوحة، هذا صعد، هذا نزل، هذا أوه صعد، هذا لا وقع، وشغال على وضعنا الفعلي يا أخوان، وضعنا الفعلي دائما هذا شغال. وإن شاء الله ما دام الله أكرمنا بمجالس أهل البيت ومن عنده نستقي، إن شاء الله الله يرفع درجاتنا عالية عنده. فهذا ملك قال لي يا رب ممكن تراويني مكانة هذا العبد؟ ما مريت إلا وشفته يتعبد. الله كشف له مثل ما صورت لك إياه، باوع لا مستوى كلش بسيط، عجيب كل هاي العبادة اللي يا رايح يا جاي أشوفه هذا مستوى البسيط. قال له الباري عز وجل تريد روح يمه، روح يمه وشوف شنو عندها، روح يمه. فالله عز وجل الرواية تقول خلى بشكل إنسان، إجل هاي الجزيرة، حيا مرحبا بيك. قال له ممكن أنا ودي أتعبد، ممكن هنا أنا أكو مانع هنا أتعبد وياك؟ قال له على الرحب والسعة، تعال المكان واسع، هلا بيك. فبقى يوم، خلص وياه يوم، أول يوم هذا الملك، يوم الثاني سأله قال له مكانك كلش مرتب للعبادة، لا حد يشغل، لا تحتاج تودي هاي وتجيب هاي، لا مشاكل ويا الناس، منقطع تماما للعبادة، وما شاء الله هاي الأشجار وهاي الثمار. شو تقول؟ قال له اللي تقوله صح، بس هذا المكان بيه عيب واحد. قال له شنو عيب هذا المكان؟ قال عيب هذا المكان أنه، عفوا أقول به العبارة بالرواية هيجي، لو كان لربنا عنده حمار كان هذا الحشيش اللي بهاي الجزيرة ما يروح هيك ضياع، يجي هذا حمار مال ربنا يأكل هذا الحشيش اللي بالجزيرة. ها قال لما لربنا حمار، قال له قلت لك لو. شنو لو؟ قال هسا عرفت هذا وايا ساذج، وايا ساذج بتفق. الله عنده حمار جل وعلا سبحانه وتعالى. فلما عرف الله عز وجل قال له كما قلت لك أثيبهم على، لا تنسون هالكلمة حفظوها، أثيبهم على قدري. أعيد سمعوني، الله إن شاء الله يرضى عليكم جميعا وأنا وياكم، أثيبهم على قدر عقولهم، رحم الله والديكم حتى أحفظ هالكلمة، على قد الوعي، شقد عنده وعي، شقد يكسب وعي، على قد وعي أنا أطي ثواب. ذني مو ما أطي، أطي هاي من يسبح من يتعبد أطي، بس لما يجيني بوعي يتعبد لا غير شكل. فيا أعزائي تعالوا لهاي الآية اللي قريتها على أسماعكم، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا، مما علمت رشدا تعلمني من هذا؟ زين هذه كلمة طويلة، ليش موسى عليه السلام ما إجا للخضر عليه السلام رأسا؟ إيش قال له؟ قال له علمني، كل صوت علمني. ليش هاي الجملة الطويلة كلها هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ليش هاي الجملة الطويلة هاي؟ أعزائي معناتها خلونا نصور الصورة شوية بدقة، وأتمنى إن شاء الله تتحملوني هالدقائق ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالسؤال لأنه هذا أسمع دورات سؤال، سؤال سريع، أيهما أعلم موسى أم الخضر؟ قال إمامنا الصادق عليه السلام كان موسى أعلم من الخضر. خلصت هاي المسألة خوش، رحم الله والديك. هسه تعرفون مسألة ليش
عزيزي الإمام الرضا عليه السلام يقول، بس قبل لا أقول لك أريد أقول لك منو موسى عليه السلام باختصار. نبي رسول من أولي العزم. من أولي العزم يعني شنو؟ يعني رسولهم صفوة من الأنبياء، وصفوة الأنبياء أولي العزم خمسة، واحد من عندهم موسى عليه السلام وعيسى ونوح وإبراهيم والحبيب المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن واحد من صفوة الأنبياء والمرسلين موسى نور عيني. واحد. اثنين، كليم الله، من خصه الله بالتكليم هذا هو موسى عليه السلام. اجي الآن اسمع الرواية زين. اجي لقى الخضر قاعد او منتجي، قال له السلام عليكم. بزمان هالسلام مو مثل زماننا، كان السلام ما منتشر، السلام بس الانبياء الملائكة بدائرة محدودة. ترى احنا من كرامتنا، كرامة النبي الاكرم وكرامته علينا، السلام صار تحيتنا وتحية اهل الجنة. يا اعزائي، بعض الناس يستثقل من السلام عليكم، مع الاسف اقولها وبصراحة، هواي من عندنا يلزم التليفون، ها فلان وينك فلان، يا بدي اقول سلام عليكم يا نور عين، ليش الشيطان بايقها من عندنا؟ قولها، شلونك فلان؟ هذا السلام ماكو، ذاك من ذاك السمعة وهو تحية أهل الجنة. قال له السلام عليكم، من قال له السلام عليكم؟ هاي تحية مال صفوة مو مال أي واحد. قال له عليكم السلام، من أنت؟ من تحيتك تبين فشك شيء خاص أنت، من أنت؟ شلون بتواضع قدم روحه؟ كليم الله من أولي العزم رسول وقبل ذلك نبي. قال له من أنت؟ قال له أنا موسى بن عمران. بس أنا موسى بن عمران. قال له موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليما؟ قال له نعم. قال له ما خطبك؟ شو تريد؟ قال له هذا، جئت إليك لتعلمني، أتبعك لتعلمني مما علمت رشدا. هنا اسمعوا هذا المقطع اللي بعده. قال يا موسى إني حملت أمرا أنت لا تطيقه وأنت حملت أمرا أنا لا أطيقه. شوفوا يا عين، ها أنت عندك قابلية، الله على هاي قابليتك كلفك بتكليف، خلاك رسول وخلاك من أولي العزم، أنا ولا أقدر على هذا اللي عندك، ما أقدر له، ولكن بالمقابل عندي فد شيء اللي أنت ما تقدر له. وأخوان على أي أساس إذن موسى أعلم؟ لأن اللي كان عند موسى يا أخوان هو اللي يتعامل بويا البشرية، ما كان هذه الآليات والإمكانات والمؤهلات اللي عند موسى، ما كانت عند الخضر تلك المؤهلات التي يواجه بها الناس ويأخذ بأيدي الناس. أتمنى العبارة صارت واضحة نور عيني، ها؟ فإذا موسى أعلم، أعلم بماذا؟ أعلم بتلك الأمور التي لها دور في هداية الناس وتوجيه الناس. الخضر ما عنده، إنك كلفت بأمر أنا لا أطيقه، يقول له أما أنا عندي هاي الأمور. فإذا موسى عليه السلام من إجي يتعلم وهو أعلم من الخضر، والدليل أنه هو الرسول وهو حجة على الخضر. يا أخوان تدرون موسى عليه السلام حجة على الخضر، حجة على الخضر، مع أنه حجة عليه إجي ما قال له علمني، لا، أول مرة استرخص من عنده نور عين، هل أتبعك؟ الله يا أعزائي نور عين، أي واحد طاهر نبيل صادق يريد يرتقي بينا لا يعيقنا التكبر أنه يرقينا،
لا أقول هذا مين ومدري مين وشنو، لا لا لا، ما دام صادق ويريد يرتق بي خلاص. هل أتبعك؟ تسمح لي أنا أمشي وراك؟ أمشي وراك ها، مو أنا أروح وأجيك أقعد يمك ساعة وتدرسني، لا أمشي وياك، أريد أشوف قعدتك وقومتك وحجيك كله، وأريد خلال هذا هل أتبعك على أن تعلمني؟ الله، تعلمني اللي يقول تعلمني يعني أنا أعرف لو ما أعرف، نور عيني، اللي يقول تعلمني اللي يعرف يقول علمني، إذا فتشي يعرف ما أقول لك علمني أعرفه، هل أتبعك على أن تعلمني؟ الله، يعني أنا ما أعرف أنت علمني. يا موسى على كيفك بهاي الكلمات تروح تطيح من عيون الناس. الله 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 على اللي هاي الخزعبلات متعيقة أن يرتقي بنفسه. لا، ما أتكبر لما أحس صدق هاي قناة معرفة طاهرة نبيلة، أروح أخذ أرتقي بنفسي، أنا أرتقي. الله عز وجل يقيم في الدنيا والآخرة على أساس قلنا شنو؟ على قدر عقول الناس. فلذلك أعزائي قال له هل أتبعك، استأذن على أن تعلمني ما أعرف مما علمت، مثل ما الله علمك عز وجل وعطف عليك وأكرمك، أريدك نفس الشيء أنت هم، ها، مما علمته، هم مو أي شيء علمته. أكو ناس هنا نحكاية كلش مهمة يا نور عين، أكو ناس يدور معلومات هنا وهنا وهناك، وتقول له أقول لك وروح أبوك ذني مردود شنو على شخصيتك، على قوة شخصيتك، على بعد نظرك، على عقلانيتك، على وعيك، صفر. أعزائي والله مثل ما أسمع أولادي أسمعكم، ومو أنتو بالذات لعله، أو إذا أكو بمجلسنا أو اللي يسمع، ترى هواية أكون تابع أمور وياخذ من عندنا كذا ساعة وهي بالتالي هيك ما تضيف لنا أي شيء. ما أريد أقول بالضبط شنو، كلكم تعرفون ذني شنو، بس في الطريقة قلتها وتكرارا أقولها بس حتى نحذر. تدرون يا أخوان إذا أضيع من عمري ساعتين، هاي أقولها بسريع، من أضيع من عمري باليوم ساعتين هيك هدر أو أسفن على معلومات ماكو ما بيها كل فائدة، ماكو ما، لا تقوي شخصيتي، لا وعي، لا إدراكي، معلومات هيجي ضايعة باليوم ساعتين يا أخوان. الساعتين إذا أنا متت وعمري 75 سنة شيل منهن 15 سنة التكليف، الساعتين من 60 سنة 5 سنوات تصير، نور عين، الساعتين من 60 سنة 5 سنوات تصير. لأنه فاجأ يوم القيامة أجي يقولوا لي أنت مضيع 10 ساعات من عمرك، أوف هواي. إيه مو كنت تضيع 4 ساعات باليوم؟ إيه الأربع ساعات بالستين سنة 10 ساعات هواي. فأحبتي إحنا أمس قلت وأسأل الله إن شاء الله كلماتي تكون بيها بركة وبيها صدق، إحنا بمدرسة الدنيا لا نضيع، لا نضيع، حتى ينقال لنا ذول صدق ماكو. يا طالب الجنة ما أطال نومك، أول ثاني يوم قرينا هذه، ها، يا طالب الجنة ما أطال نومك وأكل مطيتك وأوها همتك، تش وين الجنة وين طلباتك ومستوى طلباتك. عزيزي من باب التذكرة أقولها، فشوفوا لما حس هذا الشخص يرفع سقف معرفتي، هذا الشخص يعلمني، ما إجا قال له تعال أنا الحج عليك، أنا رسول، أنا من أولي العزم، أنا كليم الله، تعال أقعد أسمح لك تحكي كم حكاية حتى أنا أذني، لعله يمكن ما أعرف. شايف بعض الناس من يجي يسألك يسأل شي يقول هيك من بابنا تذكر أنا أعرفها وما أعرفها، أعرفها بس هيك يا بجس ليش هالعذاب هذا يا بعد عيني، ليش هالشلاع القلب يا نور عيني، والله ليرتفع بسقف معرفته هواية رائع، ماكو داعي. إحنا خلونا نتعلم نرتقي بمعرفتنا، التقييم على أساس. فلذلك يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بنصيحة،
يقول لا يكون العبد عالما. لا شوفوا عالم يعني واعي، يعني ما شاء الله عند بعد نظر. لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه. ما يحسد هذا اللي أحسن من عنده، يقول الله طا يا رب مثل ما أعطيتني أنا هم أعطيني، ما شاء الله أعطيته إدراك أعطيته فهم أعطيته وعي، مثل ما أعطيته إلهي أعطيني أنا هم أعطيني. ومو إذا شاف واحد بسيط خطية ما يعرف ما مهيئت للظروف أن يرتقب وعيه، قال هذا الشين هذا بعد هذا، هذا الكذا وهذا الكذا، هاي الأوصاف السيئة عزيز هذا غلط. إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه يمشي ويا جماعته أصحابه وإذا فت فلاح يسموهم أهل السواد، أهل السواد يعني فلاح نور عين، فلاح بعد هذا بالقاع ويقلب بالقاع والطين والماء وكذا، صاير بحاله. وإضافة لهذا هذا الفلاح كان دميم، دميم يعني مو حلو بتعبير، دميم المنظر مو حلو، وفلاح بسيط. شو شافوا الإمام الكاظم نزل من على مركبه راح قعد يمه، اريد الخصها شلون فد واحد عنده حاجه كبيره عد واحد وراح يم هذا اللي عنده حاجه شلون يتصرف شلون يتعامل. شو نزل من على مركبه وراح قعد يمه الامام الكاظم سلام الله عليه ويسولف وياه فتره ويسولف ويا هذا الرجل ومقبل عليه، بعدين عقب ما راد يقوم قال له تأمرني بشيء انا حاضر وقام. الناس اللي نعوذ بالله بنفوسها ماكو هذا الترتيب ايش قالوا له؟ قالوا له هذا هو محتاجك سيدي، انت ما محتاج ان هيك تسوينا. شوف النظره شوف النظره شوف اللاوعي. قال له هو محتاجك، هو كون يجي هيك يمك ويقعد يمك ليش هيك تسوي؟ سمعوه هذا الوعي اللي يريد يوعينا عليه موسى بن جعفر، وهذا اللي نعوذ بالله جاي يسوي شرخ بمجتمعنا. لما تشوف واحد عنده فلوس يتعامل بتكبر ويا اللي ما عنده فلوس، عنده مثلا منصب يتعامل بتكبر ويا اللي ما، وهكذا. ارجوكم لاحظوا ايش قال لهم الامام، ان شاء الله ما ننسى ببركه الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. قال عبد من عبيد الله، شوف المشتركات شوف المشتركات نور عين، عبد من عبيد الله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله، يجمعنا خير الآباء آدم وخير الأديان الإسلام. صح صح، عبد من عبيد الله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله، يجمعنا خير الآباء آدم وخير الأديان الإسلام. سمعوا السادسة خطرة، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه. الدنيا تسويها هذا اللي ممكن نعوذ بالله تريدوني أسولف وياه وأنا أفاقب وأعلم من فوق وأحكي وياه وأنا بتعالي، الدنيا تسويها ممكن تفتر 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 الدنيا، هذا اللي نتكبر عليه تاليها نقعد جواه وهو فوق روسنا. ولعل الدهر يرد من حاجتنا، بالله عليكم سوتها الدنيا لو ما سوتها؟ صار لو ما صار؟ فيرانا بعد الزهو عليه، بعد ما تعالينا عليه وتكبرنا عليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه. ليش هيك؟ خو خلي يقول الله لا والله هذا خوش آدمي، كان وضع المادي زين إمكاناته نفوذه أبدا ما تكبر عليه ودارت الدنيا، لا والله أوقف له وأحترمه وأوقف له بالتقدير والاحترام. هذا يخلصنا من هاي الأمراض عزيزي. فجميل أنه إحنا نتحلى بهذه. وأعزائي الإمام الصادق عليه السلام هاي الكلمة أقولها مهمة حتى إن شاء الله تبقى بالبال أيها الأعزاء، الإمام الصادق يقول للعبد العزيز، عبد العزيز يقول له يا عبد العزيز إن الإيمان على عشر درجات. الإيمان يقول بمنزلة السلم مثل الدرج،
يصعد فيه مرقات بعد مرقات، بايه بايه، درجه درجه، شو تريد تسميها، مرقات بعد مرقات يصعدون. فلا تقولن اذا انت ارتقيت وصار الساعه بمرتبه رقم 2 نور عين، هذا اني سمعوها الله يرعاك، كلام شلون توضيح فدوى اروح لهم، شلون كلمات رائعه، شلون تعبير جميل. يقول له فلا تقولن فاذا كنت صاحب الاثنين فلا تقولن لصاحب الواحد لست على شيء. اذا انت ارتقيت وصعدت من البايه الاولى، من الدرجه الاولى، من المرقات الاولى للمرقات الثانيه، ارتقيت مو تباوع لهذا اللي اقل من عندك. فلا تقولن اذا لصاحب الواحد اذا كنت صاحب الاثنين لست على شيء. روح انت مو فتشي، شنو هاي، توين انت، مو بمستوانا، لا، حتى تنتهي الى العاشره، روح حتى لو تصعد للعاشره تصير رتبه عاشره، لا تسقط اللي جواك، لا تباوع بعين الزغيره اللي جواك، الله هيئ لك، الله اكرمك، لا تسقط اللي جواك. يقول للامام سلام الله عليه، هذه التوصيه ايش قد رائعه لما تكون حاضره ببالنا. يقول فلا تسقطن من دونك، لا تستهزئ وتباوع بسخرية اللي أقل منك مستوى فيسقطك من فوق، من هو فوقك، أكو واحد أعلى من عندك. إذا أنا باوعت لهذا الأقل من عندي فلوس، أعدروا حتى فد واحد حافي يقول لي لا أكو واحد فلوس أزيد من عندك، ذاك أهم يهينك. إذا أنا عندي علم مثلا، معلومات، يقول له مثل ما أهنت هذا أكو واحد معلومات أزيد من عندك يهينك، نفوذ، منصب، وإلى آخره. يقول لا، هذا الإيمان جاي نحكي، فلا تسقطن من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، هذا اللي فوقك. وبعدين يقول وإذا رأيت من هو أسفل منك درجة، هذا الوصف كلش مميز، أحب نسمع بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا شفت واحد لا أنت أرقى من عنده، معرفتك أرقى من عنده، هنا أنا باحتياط، شوفوا التعبير الجميل، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة، أقل من عندك درجة وإنت أعلى، فارفعه إليك برفق. الله الله، رفع المستوى، بس شنو، مو عتة، مو جرة، لا لا، فارفعه إليك برفق. هذا مثلا ما متعود على النوافل، ما متعود على ذن الزايدات على الواجبات مثلا، او ما متعود يروح لصلاة الجماعة، او مو جرة، فالجرة الهاي مجموعة من المستحبات، مجموعة من يقول فارفعه اليك برفق. ليش؟ لكي لا تكسره، ممكن نتصرف تصرف غلط نكسره يدير وجه ويروح. ومن كسر مؤمنا فعليه جبره، يعني اللي يكسر خاطر مؤمن او لا يتصرف وياه تصرف بعجله يسبب انه يدير وجع عن الدين، يقول كون يجبر هذا الكسر والخلل اللي سوى. فلذلك ايها الاحبه، جميل انه احنا دائما سقف معرفتنا تكون عاليه. علي الاكبر سلام الله على علي وعلى أبيه راكبين ومتوجهين إلى كربلاء، منتبه الأبو الحسين عليه السلام فخفق خفقة أو خفقتين، غفوة سريعة هيك الإمام الحسين، خفق خفقة أو خفقتين، فلما انتبه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فسأل علي أبا سمعتك استرجعت، عادة هاي تنقال مو بداية وإنما وراء أن يكون الإنسان بمصيبة، مو كلمة مبادرة يقولها، هذا مقصود علي عليه السلام. قال له أبا سمعتك استرجعت، قال بني خفقت فرأيت فعن لي فارس يقول القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، هم يمشون والموت هم جاي يزحف لهم ويجيهم، شاب
مثل علي الأكبر. وتدرون يا أخوان يعني شوية هم إن شاء الله أجي أذكر شنو فرصة إجت العلي الأكبر بكربلاء، ها شو بعد المعركة ما بدت إجا واحد صاح يا علي يا علي، سمعوا زين نور عين، وأخص بالذكر الشباب يا نور عين، دورات تجي فرصة عن واحد يبيع القضية وبثمن كلش غالي، ها دير بالكم، وقدوتنا علي الأكبر بعد المعركة ما بدت ها راح تبدي، إجا وصاحوا يا علي يا علي، نريد أن نرعى فيك رحم أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، أنت عندك قرابة ويا يزيد، شوفوا شم نبشين شم دورين، ليش؟ لأن ماشي ويا نعوذ بالله تطلعاتهم المنحرفة، أنت عندك قرابة ويا يزيد بن معاوية، إحنا نريد الراعي، هذا هو، نريد أن نرعى رحمك بأمير المؤمنين يزيد بن معاوية. شنو الرحم؟ أخوان ليلى أم علي الأكبر، يزيد يصير ابن خالها، ليلى انتبهتوا رحم الله والديكم، ليلى أم علي الأكبر، يزيد يصير ابن خال ليلى اللي هي أم، مدورين ونبشين واصلين الهاي يردون يراعوا، شوف ايش جاوبهم علي الأكبر بنفس لغتهم، ما قال لهم انتوا ناس تدورون رحم، وينكم وين الرحم، انتوا كفرة انتوا فجرة، لا لا، هذا الوعي يا اخوان، جاوبهم بنفس لغتهم، قالوا احنا نريد الراعي الرحم، وصلت الارحام واجبة، قال لهم رحم رسول الله، وهو يأشر لأبي عبد الله يقول له رحم رسول الله اولى بالرعاية، رحم يزيد ورحم رسول الله، يا رحم اولى بالرعاية، يريد يحكي وياهم بنفس لغتهم يا نورعين، رحم رسول الله أولى بالرعاية. شوفوا، فمن قل أبوه ذولا يقولون يسيرون والمنايا والموت هم يزحف لهم، قال أبأ ولسنا على الحق، قال بلى والذي مرجع العباد إليه، إحنا مو مبدأنا واضح، هذا الوعي شبابنا، شوفوا القضية انعرضت للبيع رفضها بأي درجة علو، وهنا شوف شي يقول وش حصل له دعوة من أبو مثل الحسين عليه السلام، قال له أبا أولسنا على الحق، قال بلى والذي مرجع العباد إليه، قال أبا إذن لا نبالي أن نموت محقين، الله يا الله اعطينا هاي المعرفة، يا الله اعطينا هاي الثبات، هذا الثبات، ما دام أنا على الحق وإذا يهددون بالقتل أنا على الحق، خطي صح جاي أمشي صح يرضي الله، مفتش عنه بشكل دقيق وبوعي، خلاص بعد إذا لا نبالي أن نموت محقين، قال جزاك الله خير ما يجزي ولدا عن والده، من الحسين دعوة، ولذلك شوف قدم في كربلاء أي صورة من العطاء، يا مولاي يا صاحب الزمان، ما أدري أنت بيا مجلس قاعد بيا عزاء قاعد سيدي، وتبكي هالأيام ويا شيعتكم على مصايب جدك الحسين، الليل احنا نريد نذكر شبيه جدك رسول الله، ذلك الذي مصابه أخذ أثرا من وجود أبي عبد الله الحسين، ينقل أنه علي كان قاعد بالخيمة وداير مدايرة أخواته وعماته يحجن حتى يسمع عن صوت رسول الله، يخلنا يتحرك حتى يشوف حركات رسول الله، سكنات رسول الله، يسولفن ويا ويا أخوهن عمات والأخوات، هو قاعد وياهن، وإذا يجي صوت يفوت للخيمة يدور بالخيمة، الصوت شي يصيح هل من ناصر ينصرنا، الصوت يصيح هل من ناصر ينصرنا، هل من ذاب يذوب عن حرم رسول الله، انتفض الفتى الهاشمي انتفض يا مؤمنين، من انتفض العمات والأخوات شلبا بثيابه، وهن يقولن يا علي ارحم غربتنا، انت اذا رحت منه إلنا، الحسين هنا يقتل بأبي وأمي، على كيف يوخر إيديهن من ملابسه وهو يقول لهن أما تسمعن قول ابن رسول الله ماذا يقول، اللي يسمع هيك صوت شلون بعد يقدر أنه يثبت ويستقر بمكانه، على كيف وخر إيديهن
وراح وقف قبال الحسين. أدري بيك تحب الحسين، تقدر ترسم المنظر قبالك شلون وقف علي قبال أبو الحسين وقال له أبا إذن لي لكي أبرز. شي يقول له الحسين؟ يقول له سلام الله عليه، يقول له بني عزمت على الموت؟ خلاص قررت؟ قال أبا حتى أأخذ بثأري من هؤلاء. أذن له الحسين الوحيد اللي ما تأخر الحسين بإجازته. نزل علي الأكبر إلى القتال، وإذا بالحسين عيناه تلاحقان ولده. إذا تسأل أي أبو شهيد تقول له اللقطات والصور اللي ظلن ببالك شنو، يقول لك آخر مرة من قال لي في مال لا بقى قفالي يمشي ببالي قفوا ليدي الشهيد. عظم الله لكم الأجر. الليلة إن شاء الله الله يسعد أرواح الشهداء. نزل علي الأكبر، يا أخوان لحية الحسين البيضة صار ينزل من عدها الدموع، سالت الدموع، رفع شيبته إلى السماء. يا رسول الله من شوف الحسين شايل شيبته قلت يا رسول الله؟ يا فاطمة الزهراء من شفتي ولادك شايل شيبته للسما قلتي يا فاطمة الزهراء؟ قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى وجه نبيك نظرنا إليه. قاتل علي قتال الأبطال، لكن جاءه لعين غدران ومن ورائه ضربه بالسيف على أم رأسه. تتخيلون السيف ترى قبل لا ينزل على رأس علي نزل على قلب الحسين في دوار روحنا. اعتنق رقبة الجواد علي الأكبر. ليش؟ حتى الجواد يجيب الخيام الحسين، حتى يجيب الخيام الحسين. يا صاحب الزمان، لكن الدماء سالت على عيني الجواد. هو إذا بالجواد يمضي بعلي إلى معسكر الأعداء، فصاروا يضربونه بالرماح والسعام وضربات السيوف، وهذه كانت تنزل على قلب الحسين قبل أن تنزل على بدن علي. من تحتها صاح أبا أبا عليك من السلام. جاء الحسين عليه السلام مسرعا قبل لا يوصل، قبل لا يوصل مولاي الحسين لعلي الأكبر، أرخى رجليه من الركاب، أرخى رجليه من الركاب، ولما وصل إلى علي رمى بنفسه على ولده. أريد أوصيكم فد وصية إن شاء الله تبقى ببالي وببالكم. فد يوم إذا واحد من إخوانك أصدقائك عنده يريد يروح يستلم جثة ولده ميت شباب وقال لك تعال وياي، أوصيك إذا هذا الأب وصل لولده ترى ما يعرف شلون يتلقى ولده، أنت علم، انت علم شلون يتلقى ولينا في دوار وحدك. ابا عبد الله جلس عند علي ثم استلقى بجنبه واضعا خده على خده، يقول له يا ضو عيوني يا مصبايح يا حاوي كل سجايا الخمس الأشباح، يا بويا من طحت من القلب طاح وطاد الصبر لمصعبك تهدم، يا بويا من وصل ليك وتدنعك وخضب وجهك الشعاع بدماك، يا بويا
ويا ريت روحي تروح وياك ولا اشوفك خضئ بالوجه بالدم. جلس عند ولده ماذا يرى؟ يرى اعضاءه مقطعه. يا ابني علي يا فتشة العين، يا ابني علي يا فتشة العين، صواب اليوجعك وي. انا ابوك عد راسك حسين. واذا به ينهض ويلتفت الى بني هاشم ابو عبد الله يصيح: بنو هاشم احملوا اخاكم. اجوا بنو هاشم، لان اول الشهداء من بني هاشم هو كان علي الاكبر. اجوا جابوا وياهم عبايه فرشوها وصاروا يجمعون اوصال علي الاكبر على هذا الرداء. يا مؤمنين، هذا منا وهذا منا، الاطراف تناولوها بنو هاشم وتحركوا الى جهه الخيام بجسد علي الأكبر، والحسين يمشي معهم وينظر إلى ذلك الجسد المقطع وهو يقول: ولدي علي، ولدي علي. الله يرعاكم. وإلى جهة الخيام، المنظر ما دام رسمت ببالك، أريد أسألك سؤال، أنه أنت والمنظر ببالك، دور وعيد النظر للمنظر ودور لي على أبو فاضل وين تلقى ويا هاي الجماعة الماشية. دور زين شوية أساعدك إن شاء الله نلقى أبو فاضل وين. الله يعظم أجوركم. هذا الأخ لما يفجع بابنه، أي أخ لما يفجع بابنه ويمشي بجنازة ابنه، أخوه وين تلقى يمشي؟ تلقى وراء أخي يمشي وفارش إيده، خاف أخي يوقع حتى يلزمه. قام حسين ما يعدل القام، قام حسين ما يعدل القام، وظهر من حن ويم عمام. يقل نقوب ومدقوم يا نشام، شئل نعش الأكبر يا عمي يا عمين. أويلي أويلي شلون شال ونعش الأكبر على صوب الخيم وحسين كبر. أثاري عمت على الباب تنطور، شافت نعشة ويا الهاشميين، طلعت صارخة من بين البيوت، تلقتهم تصيح بصوت يا صوت. جبتولي علي الأكبر بتعبوت، دقلولي عدل يومات بالحين. وإذا بزينب، وإذا بزينب ترى ولد أخيها وتصيح: وولد أخاه وعليا وأكبر آياه. والله شاف شاف والنبل شابت علي راح، علي راح شاف شاف والنبل شابك، علي راح قعد عنده وصفق راحن على راح صاحب صوت يا زينب. اريدك اريدك وياي، ها صاحب صوت يا زينب، علي 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 راح. صاحب صوت يا زينب علي راح، يا خويا ظلمت الدنيا علي، يا خويا ظلمت الدنيا، يا يا علي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره و
وجواري. نحمدك اللهم ونشكرك، أكرمتنا وأنعمت علينا بمجلس سيد الشهداء. اللهم أدم هذه النعمة علينا ولا تسلبها منا. إلهي وربي نشكرك يا رب، نتفاءل بهذه النعمة التي أنعمت بها علينا كما جمعتنا في مجلس سيد الشهداء، صلواتك وسلامك عليه. اللهم اجمعنا تحت لواء شفاعته يا أرحم الراحمين. مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدتي، باوعين نحن قاعدين بمجلس ولادك الحسين وقلوبنا مكسورة على علي الأكبر، علي ابن الحسين. سيدتي نقسم عليك بالحسين وولد الحسين، كوني شفيعتنا عند الله في قضاء حوائجنا وتيسير أمورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ يا رب، الإمام السجاد في اليوم لقوه على القماش اللي على الكعبة، لازم يقول له: إلهي أقسمت عليك بحبك إياي، أحلفك بحبك اللي تحبني. الحاضرين قالوا له: أنت شلون عرفت أنه الله يحبك؟ قالهم: لو ما الله يحبني لما استزارني، كان ما جابني للزيارة، لما جابني للزيارة إذن يحبني. إحنا هم هاي الطريقة نقول: يا رب إحنا بنتفائل، نقول: يا رب نحلفك بحبك إلنا، شيء جينا المجلس أبي عبد الله، ولو ما إحنا محبوبين عندك كما وفقتنا وإجينا المجلس أبي عبد الله. نقسم عليك بهذه النعمة التي أنعمت بها علينا يا رب، انظر في حوائجنا يا من اسمه دواء وذكره شفاء، من على مرضانا بالشفاء والعافية. أخوان، هاي البنية الصغيرة اللي شفتوها أبوها شايل هذه بيها فد مرض، وتدرون الله عز وجل يحبها يأكف الدعاء. يا رب ألبسها ثوب السلامة والعافية يا أرحم الراحمين، وسر قلب أبيها وأمها بسلامتها، وعافي وشافي مرضى المؤمنين والمؤمنات يا شافي يا معافي يا الله. إلهي زد في وعينا، زد في عقلنا، زد في فهمنا. إلهي أرزقنا وعيا ولبا راجحا نميز به من يحبنا ويريد لنا الخير ومن يريد لنا الشر يا أرحم الراحمين. إلهي نرجوك ونتوسل إليك ألا نكون ألعوبة بيد الأعداء، احفظنا من شرهم ومكرهم يا أرحم الراحمين. يا رب هؤلاء سعوا وخطوا من دورهم حتى يحضروا مجلس سيد الشهداء، اللهم تقبل خطواتهم هذه وأثبهم لذلك نورا في قلوبهم. أخواننا اللي قاعدين برا وبالجو الحار، يا ربي مزيدا من خيراتك أنزل عليهم ومزيدا من بركاتك أنزل عليهم. يا فاطمة الزهراء، رغم حرارة الجو شو فيهم قاعدين ومستمرين بالقعدة، إن شاء الله نظرة منك سيدتي إلهم وإلنا وكل إحنا إن شاء الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، لنا أحب على حدود البلد، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، سدد رميتهم في نحور أعدائنا. إلهي دماء طيبة سالت على ترب هذا الوطن حتى يحفظوا كرامتنا شرفنا، اللهم أشرك أرواحهم الطيبة في ثواب مجالسنا واجعلنا أوفياء لدمائهم يا أرحم الراحمين. إلهي اجعل بلدنا بلدا آمنا يا الله، من أراد الخير لهذا البلد خذ بيده إلى كل خير يا رب، ومن قدم مصالحه الشخصية أو الحزبية على حساب هذا البلد اللهم افضحه في الدنيا قبل الآخرة. يا قوي يا عزيز، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور يا أرحم الراحمين. نشكرك اللهم ونحمدك
على هذه النعمة. إلى أرواح أمواتكم أيها الحاضرون أيها المستمعون، وإلى أرواح أموات المؤسسين والشهداء.